العدة 77 30 بيبقى فيها 12 مفتاح او 12 زرار زي ما احنا شايفين، وممكن نبرمجها ل DSS او لخط خارجي في اي وقت، او نبرمجها نحط عليها اي رقم نطلبه اختصارا يعني بالضغط على المفتاح لو كان رقم دولي او كذا. عشان نبرمج المفاتيح احنا بندوس على بروجرام، وبعدين بندوس على المفتاح اللي عايزين نبرمجه. نوت ستورد، مش متخزن. لو عايز اخزن عليه رقم داخلي هدوس واحد، وبعدين احط الرقم الداخلي واعمل ستور. فاحنا عندنا العدد بتاعتنا مرقمينهم 101 103 105 107 عشان هما في جاك 101، جاك ادي 103 اللي هو 3، ادي 105، ادي 107. خدوا الارقام دي عشان هما متوصلين على الجاكات دي. طيب انا عايز اخلي اول مفتاح هنا للعدة دي اللي هي العدة 103، ستور اتخزن. عايز اخلي اللي بعده للعدة دي اللي هي 105، فهو نوت ستورد. انا هبدأ رقم واحد يفتح لي اكستنشن، احط رقم 105 وستور. عايز اخلي المفتاح التالت للعدة اس 500، فحاول واحد وادي 107 وادي ستور. هنخرج من البرنامج ونشوف. لو انا دوست على المفتاح الاولاني طلب 103. طيب لو انا دوست على المفتاح الثاني طلب 105. لو دوست على المفتاح الثالث طلب 107. فدول هيستخدموا كده بالنسبة لي ان انا اطلب منهم العدد على طول، او اعرف منهم مين الفاضي منهم مين المشغول. دي برمجة المفاتيح فليكسبل على العدة الباناسونيك. بندوس على بروجرام وندوس على المفتاح، اي مفتاح عايزين نخزن عليه. لو كنا عايزين ندخل معلومة غير دي بنمسح الاول برقم 2 وستور بيفضل رقم، بنبتدي نخزن عليه. لو رحنا على مفتاح تاني، فلو كان في معلومة قبل كده بنحط 2 وستور عشان نلغيها. نرجع تاني للمفتاح نوت ستور. نوت ستور لما باجي اخزنه بالنسبة للخارجي بدوس 0، بالنسبة للداخلي بدوس 1، وبدوس رقم العدة اللي هو احنا عاوزينه دلوقتي 103. عشان نعمل ستور وبعدين بنخرج.